سهلة. بعدا مرحبا بكم عندي في داري، هذا هو اول لقاء صحفي غادي يكون في الدار ديالي، ومرحبا بكم في بنقري وفي داري. انا سميتي كامله هي خديجه الفتحي، ولكن تقريبا المتسبعين ديالي كاملين تعيطوا عليا دوجا، وشي وحدين تيقول بصح سميتها دوجا. هاد القرار ديال بنتي شاد قررته غير هاد الايام الاخرى باش ما تبقاش تبان معايا في لاشين ديالي ديال يوتيوب، لحقاش اخر مره كان بابا صيفط ليها واحد اللقطه وانا حطيتها في الفيديو عندي، بلاتي يقول ليها بنتي زعما كولي والاخر تقول لي اجي عند بابا وهذاك اللقطه، واي لقطه بابا تيبان معاها شاد ولا تيكون تيوكلها ولا تيكون اي حاجه تتجبد ليا صداع بزاف من مورا. فاش رحت الفيديو تجبد لي صداع بزاف مع الاب ديال شهد، صافي وقررت بالله انا ما غنبقاش نبينها معايا حتى نطلق، وديك الساعه نبينها ولا ندير اللي بغيت. مع شهد لا حاليا لا، حماتي ما كاين حتى شي تواصل بيناتهم، تقطع من مده طويله، وماشي انا هي السبب، هو كان تعيط اي مره تعيط ابل ولا شي حاجه كنت ندوزها ليه، وتنبقى تبقى يهضر معاها تنبقى شاده لي الشهد لا بنص ساعه بالساعه حتى داكشي تقطع راسه من عنده. دابا اسباب الطلاق بزاف، وشي حاجي اسباب ديال الطلاق ما نقدرش نقولهم، ومن الاسباب ديالها هو القمع والاهمال، وتما واحد بعدا في الدار ديالي واحد الحقرة على المرأة بزاف، والمرأة ما خصها لا تقول لا حتى شي حاجه، الراي ديالها والو ما كاينش، وبزاف ديال الحاجات ما تنظنش شي مرات ما تقبل عليهم. لا انا كنت قلت بالله ما كاينش عنف كاع لا جسدي لا والو، كاين عنف غير من اللفظ، ماشي من لفظي، من التصرفات وديك القمع وبزاف ديال الحاجات. هو ما عنده حتى شي مشكل انا نبان في يوتيوب، لحقاش هاد اليوتيوب هادي الفكره ديالي انا، واحد المره بصح بديته منين كنت في مصر، كنت تنفكر فيه نديرو في المغرب، ولكن ما كنقول ما الدار ما يخليونيش وهذا، فاش تزوج وصافي تلقى راسي بوحدي وهذا، واحد الليله وانا نمشي عنده قلت له واش عادي نديرو، ما كاينش مشكل، هو يقول لي ديريه، هو قال غير غادي تلهى فيه غادي دير الوقت ما تبقاش تفكر فيه وتقول لي فين مشيتي ولا ديك، قال صافي غادي تلهى، وفعلا داكشي اللي طرا تلهيت ونسيت راسي ونسيت مشاكل، تادس واحد المده عاد وليت تنسوب بالله راه اللي داير حدايا راه ماشي هو هذاك، ما عنده حتى شي مشكل حقاش هو النهار الاول كان باغي. استفدت من التجربه ديالي، وهو اي بنت تكون عندها واحد دير راسها واحد شويه ديال القيمه، لحقاش انا من كثرت الوالدين ديالي ما كانوا متساهلين بزاف، كان وفوق ما تنعيط على والديا ولا تيطرا شي مشكل تيبداو يقولوا ليه ماشي شنو المشكل حاولوا تحلوه، حاول بحال تيقول ما عندهم حتى شي ما غايديروا حتى شي حاجه، الواحد تيطغى بزاف تيقول واقيلا ما عندها حتى شي حد، واقيلا ما عندها حتى شي حاجه، وانتي تبقاي تسهلي وتيسري وهذا هادشي علاش انا استفدت الوحده دير القيمه شويه الراسه والراي ديالها، بعد المرات تفرضوا ولا كان عندها الحق فيه ما تنازلش وصافي هادشي اللي استفدت الوحده الا بغات تغرب حتى الدرس مزيان وخا تيبقى داكشي مكاسب وصافي. ما تنصحهم بوالو، تنتمنى لهم زعما حياه سعيد، وتنتمنى من الله ييسر لهم في حياتهم، لحقاش النصيحه ديالي تتبقى ما غادي تنفعهم بوالو. انا دابا واخا ينصحني شي واحد ويقول لي شوفي كي داير وهذا نشوف داك الشيء وغادي يبان لي مزيان، كما انا في الاول كلشي نصحني ودرت داك الشيء اللي دار اللي تنشوف صافي مزيان اوكي، ولكن فاش دخلنا لدار وحده عاد تيبان داك الشيء اللي الناس اصلا ما غاديش يقدروا يعرفوه واش فيه ولا ما فيهش،
انتي ويا تنتمنى اي وحده غتجوج بعربي ولا مغربي عربي ولا برا المغرب ولا برا العرب زعما من غير يكون عربي، تنتمنى لا غير شي راجل يكون مزيان ويكون ويخاف عليها ويكون يخاف الله وصافي. ما بقى حتى شي فرصه تعرف فاش اللعيب تيخرج صافي ما تيبقاش دك فين ترجعي، لا رجعتي غتكحلي على راسك لا صافي. صراحة أنا فاش رجعت من مصر ماما شافتني في المطار تسخلعات، تبدلت بزاف على فاش مشيت من الشكل بعدا تبدلت، وجيت كي جيت نعست وما بقيت كاع حاسه بلا بشهد بنتي لا حتى شي حاجه. من تما صافي وليت تنهضر مع الدار داس ديك الايام وليت نقول لهم صافي ما غاديش نقدر نرجع شنو تيطرى ليا في الاول، ما كنتش نعاود لهم كلشي. صافي بنين بابا تيقول لي رجعي هذاك، تنقول واش انت صافي بغيتي لي نمشي نموت بحال هاد الهضره. ويقول قالوا لي صافي بنين انت ما مرت وبزاف المهم ديال الاحداث بلا ما ندخلوا لهم كاملين دابا. صافي ومنين شافوني بحال هكاك وما يقولوا لي صافي بغيتيش تكملي انت براحتك اي قرار خديتيه حنا معاك، وصافي وعاونوني ووقفوا معايا عاوتاني تنشوفهم تيديروا مجهود بزاف على قبلي، وبابا تيمشي تيدير في الدار الاضاءات وداكشي باش نصور، وعاوتاني ماما تتبقى هزه ليا بنتي تتبعدها لحقاش تبدات تبكي وانا تنصور مسكينه تتبعدها، وكانت مازال تنعس تبقى هزه في ظهرها انا ما تنهش بنتي على ظهري ما تنعرفش، وخا تتعيا ما تتبغيش تقولها، وتنشوف انا دابا داكشي كامل وتنقول انا دابا في واحد الوضع خايب ديال الطلاق. ولكن صافي مابقيتش باغا نعيش داك المود ديال الطلاق وداك البكا ولا داك ستريس وداكشي، تنقول مساكنو ما دايرين مجهود بلا ما نضرب لهم داك المجهود ديالهم في الزيرو ونعيشهم في الكآبة. صافي صافي بقيت شويه بشويه حتى صافي المهم حنا مازالين فيه ولكن بخير الحمد لله. انا العين والحاسد بتنامن به شويه ولكن عشان امن به لحقاش ربي قالوا في القران، ولكن ما تنبقاش معمره راسي به بزاف لحقاش تنقول لي مكتبه عند الله هي اللي تكون شحال من حاجه ما تكونش باينه وربي تيعكس فيها ما تيكونوش كاع الناس عارفينها، وشحال من حاجه الناس يكونوا عارفينها وعادي يعني وتيسر فيها الله لحقاش الله بصح تيكون مكتبها لك هذيك الحاجه غادي توصل ليها. وانا بنتي ما حيتش على قبل العين والحسد وهذا الشيء، حيتها على قبل المشاكل اللي طراو ليا شخصيه مع بابا، ما بغيتش يبقى محدو معايا تكتب مكتوبه بلي انا مازال معاه في الوراق. قلت صافي تنطلق مع نيشان ونبقى نبين هذيك الساعه انا حره، هذيك الساعه حتى واحد ما غادي يتحكم فيا. صافي اما العين والحسد ما تنعمرش بهم راسي بزاف. كنت غادي ندير واحد المشروع ديال تخيطوغ، ولكن فاش جيت نفكر مزيان المشروع ديال تخيطوغ ماشي كنت غندير غير تنفكر ندير، خاصو بزاف ديال الفلوس بزاف لحقاش ما يمكنش غادي ديري مشروع وغادي ديري شي حاجه ماشي زوينه. انت صافي دابا تسمي تعرفتي وهذا والناس غادي يجيو فيك وغادي يجيو عندك وغادي يثقوا فيك وغادي يعطيو لك ديري ليهم اسبوع عرس، هذا خصك ديري شي حاجه في المستوى. انا ما نقدرش ندير شي حاجه ماشي زوينه، غنصبر حتى ندير شي حاجه في المستوى باش نشرف بالناس غادي يجيو بيا والناس غادي يقولوا حنا تعاملنا مع دوجه وهذا. ودابا بدلت تنفكر عشان في واحد المشروع واحد اخر ومهم مازال شويه وعاد غادي نعلن به وما غاديش يكون يكلفني بزاف بحال تخيطوغ، هو غادي يكون به خطوه باش نبدا وصافي. صراحه بغيت نقول للجمهور ديالي شكرا بزاف لحقاش نتوما كنت فاش طرا لي هذا المشكل مع بابا تشاهد وفجيت وهذا الله والديا ونتوما، كنت نتوما تنصور ليكم كل مره تنفكر ندير لكم فلوغ، كنت تنستيوني الليل بلاص ما نبدا نفكر ويدور لي هذيك الكآبه في راسي، تنبدا نمونطي ليكم الفيديوهات نتوما زعما بدلتوا لي عمرتوا لي حياتي بزاف، وهذا الشيء ما غاديش ننكرو. وصافي نقول لكم شكرا وانا ديما غنكون على حسن الظن ديالكم وتنبغيكم.